صباح الفل يا ريس. يور براذر سعيد البرنس يعني من ايجيبت. انا كنت عايز اسال على موضوع كده، انا بس كان عندي مشاكل هنا بس جدنا سطر يعني الحمد لله. بسال على مكنه كده انام فيها. جود مورنينج. معلش من اولها كده، انا مش جاي عاكس يعني عشان ما تفهمنيش غلط. مش جاي. لا انا بصي كنت عايز اسال على بسال على حاجه بس على زي اللهم صل على النبي فندق بنسيون اوتيل اوتيل هوتيل طمطم دي يعني كده على طول. اه ربنا يخليك والله انت جدعه جدا ربنا يخليك. هي بتشبه اثار الحكيم ولا انا بتهيألي؟ يا بنت الجزمة شكلي خدعها برضو. الله ينعلمه المظاهر.